طب قوليلي بقى اكتر اكله بتحبي تعمليها بشكل عام؟ انا عموما على دول. ايوه عموما بحب اكتر الحادق عن الحلو. الحادق عن الحلو. بعمل حلويات بس هي ما اقدرش اقول ان هي تخصصي قوي ومش اكتر حاجه بحب اعملها. اكتر حاجه بحب اعملها الاكل الحادق. ما اقدرش اختار اكله بعينها اقول ان هي الاكله اللي انا بحبها، بس انا بصفه عامه بحب الفراخ جدا. الفراخ وانا كمان ما عنديش مشكله اطلاقا ان انا اطلع اقدم البرنامج كل يوم وصفات فراخ، بس ما عنديش اي مشكله. هم مسميني ساره فراخ اصلا. لا والله كتر ما بعمل فراخ.